حقيقه من بعد الديكونفينمون ولينا كنشوفوا بانه الناس بزاف كيتشكاو من غلاء ديال الفواتير اللي جاوهم لانه باعتبارهم هذه الاثمنه هذه او هذه الفواتير هذه كثيره على المستهلك ولا ما كتناسبش هذاك الاستهلاك اللي كان كيستهلكوا عامه او لا في الاوقات العاديه ديالو. من بعد الاستماع للشركات ومن بعد كذلك الملاحظه ديالتنا وتتبع ديالنا للمشاكل ديال المستهلكين والدراسات كذلك ديال الفواتير اتضح لنا بانه كاين هناك حقيقه استهلاك غير عادي بالنسبه لهاد الايام ديال الحجر الصحي اللي دوزوا المغاربه في ديورهم. هذا الاستهلاك اكثر كان المستهلك مجبر عليه لانه ما كانش عنده خيار، كان مجبر عليه بالتالي مادام انه كان في الحجر الا انه كان كيستهلك اكثر. فالملاحظ هو انه اذا كان مجبر عليه فهاد الاشكال او هاد الزياده كنظن ما خصوش هو يتحملها. الزياده في هاد الاثمنه هذه ديال الفواتير كانت خاص الدوله تحملها لانها هي اللي جبرات المستهلك على انه يبقى في الدار. حقيقه هذا واجب وطني، ولكن كاين بعض الامور اللي هي المستهلك ما يقدرش يتحملها بوحده. ان بالتالي كان يمكن الدولة تفكر في شي حلول اللي هي وحنايا كذلك اقترحناها انه مثلا في العوض ما يحسبوا لنا الاشطر اذا ديال الاستهلاك، فكان على الاقل يكون الشطر الاول اللي دار فيه الفاتوره ككل. كان كذلك الضرائب والضريبه على القيمه المضافه كانت تلغى، لانه مادام انا ما كنفهمش كيفاش انه الدوله كتطلب منا اننا نبقاو في الديور ديالنا، كتطلب منا اننا نتعاونوا، ولكن ملي وما كنشدوش ما كنتخلصوش. كاينين بعض الفئات اللي ما كتخلصش كاع، ما عندها حتى شي راتب، وكاين بعض الفئات اللي كانت في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي كانت كتشد 10000 و 8000 درهم ولا كتشد 2000 درهم. اذا بالتالي كان هذا لو ساكريفيس عند المواطن. كاين واحد لو ساكريفيس اللي لاحظناه كذلك عند الشركات او الوكالات اللي هي قسمت هاد الفواتير، قسمتهم على 6 شهور او حتى 12 شهر، ولكن ما بليناش انه الدوله قامت بواحد الفعل اللي غادي يحس به المواطن كمساهمه منها. وكيف ما قلنا انه كان من الامكان انه الدوله تحسب لنا الشطر الاول في العود، ما تدخلنا في الاشطر الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه. ثانيا بالنسبه للضرائب، لا بالنسبه للضريبة على القيمه المضافه ولا بالنسبه للمصاريف او للضرائب الاخرى اللي كتجينا في الفواتير، كانت الدولة تعفي المواطنين ولا المستهلكين منها مادام اننا داخلين كلنا في واحد نطاق ديال التعاون فيما بعضياتنا. فكيفاش يمكن انايا كمستهلك نتعاون؟ كيفاش انه يمكن هذاك الشركة كذلك او هذيك الوكالة كتعاون؟ وكيفاش انه الدولة ما كتسمح شيء في الضرائب ديالها لانها خاصها على اي درهم استهلكناه الا وكنشوفوا بانه كتزال لنا هاد الضرائب هذه فيها. النقطه الاخيره اللي كاينه هي انه الفواتير بداوا من شهر 6، والحال هو انه هاد الحجر الصحي كان باقي غادي، راه باقي غادي حتى اليوم، وراه حنا باقيين في الحجر الصحي حتى 10 جويي الى ما تزاد شيء مازال. اذا بالتالي ملي الشركات بداو كيحتسبوا العدادات ديالهم وملي بدينا كنخلصوا، فولا المستهلك غادي يخلص الشهر اللي هو كاين شهر 6 وشهر 7 وما يليه، وغادي يخلص كذلك هذوك الاقساط اللي تقسموا ليه ديال الشهور ديال الحجر. فكنظن بانه هذا كذلك هو مشكل صعيب على المستهلك اللي هو غادي
حاليا راه حنايا قدام عطلة صيفية، قدام عيد الأضحى، قدام الدخول المدرسي، فهادو كلهم كيستدعيو من المستهلك مصاريف ومصاريف باهظة، زيادة على هذا الأداء ديال الفواتير ديال الشهور ديال الاستهلاك ديال الموضوع، زائد الاقساط ديال هذاك الاش ديال الشهور اللي هي اللي كان فيها في الحجر الصحي. فكنظن بانه هذا كذلك غادي تقل الكاهل ديال المستهلك في المصاريف ديالو، وغادي يخلق ليه واحد عدم توازن في بين المداخيل ديالو، وكذلك الجانب ديال المصاريف اللي خاصو يصرفها خلال هذه الشهور الاتيه.